اعلموا أن في قراءة القرآن خيرًا كثيرًا، فمن قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. فالمؤمن يا عباد الله يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ويرتله ترتيلا، يحسن صوته ما استطاع لقول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. والمؤمن يا عباد الله يتدبر القرآن ويتدبر معانيه لينير به حياته. يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.